ويسعد لي مساكم يا بنات، كيفكم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله يا رب تكونوا كلياتكم بألف خير. وقبل ما نبلش بالفيديو لا تنسوا تعملوا لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. اليوم فوت شوي بكير، قلت بدي الحق اوصل يحيى لاني كل يوم صاير عم بتاخر بالفئة، ما بعرف ما عم بيجيني نوم تقريبا لساتني انه على زمان رمضان ما عم بيجيني نوم للساعة 4 تقريبا حتى عم بيجيني نوم، فمشان هيك انه كتير عم بستصعب الفئة بكير. هلا مو طبعا انه بضل صاحبتها فرد صاحبه، يعني فيق علي على الروضه، فيق ابن عمي على شغله، فيق يحيى علي على الروضه، علي على المدرسه، ويحيى عند الشيخ، عرفتوا؟ يعني كل شيء بنام وبفيق، فمشان هيك بحس راسي كله بيتطرمق قاعد ما بنام وبفيق. فاليوم الاستاذ يحيى قال ماما بدي تساوي لي على المدرسه جبنه بالسخانه، قلت له ماشي. جيت بدي احط زيت حلو فما لقيت عندي، قلت خلاص بحط له زبده انه بتطلع طعمته اطيب. والله رح ارش له كمان شويه نعناع وهي بينحط لها فليفله، بس يحيى ما بحب الحد ابدا عندي. وهيك بتكون جاهزه. حطيت له برتقانه رجعها ما واكله، حطيت له هيك شويه مكسرات، لوز وعوجة وهيك شغلات كمان ما واكله، حطيت له بسكوت ما اكله. ما بحب اولادي ياكلوا من هالشغلات ابدا، بس عصير ولفه. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما شاء الله ما شاء الله. تعي صلي معي بنتي الله يتقبل. تعي انا وياها. انا متحجبه من فوق يعني طلع حاطه حجابي، فبل بس لبست التنوره. اما ميرا الطقم الصلاه كله على طوله. يلا ميرا، ميرا تعي وقفي جنبي. يلا بنتي يلا تعي عشان نصلي. قول تعرفي تقولي الله اكبر. وهي بعد ما خلصت الصلاة الله يتقبل يا رب، شغلت سورة الكهف حطيتها على الشاشة، شغلت شوي كمان البخور. هون علوش انصرف من المدرسة، قلت له ساوي لي كابتشينو إلي وإلك، قال لي تمام ماما سوى لي إلي وإله. وقعدنا شوي قعدة رواء أنا وياه، وهون ميرا كمان مشاركتنا بالقعدة. أهلا وسهلا بكل الصبايا اللي انضموا لقناة جديد، وخلي لي قلبكم والله لا يحرمني منكم يا رب. وهلا يلا امشي نروح البازار. تسوقت اللي بكم غرض رجع البيت رقد. يلا امشوا مع بعض. هلا اليوم رح اعمل هيك، اول شيء هلا بورجيكم، ما بدي اضل ساعه بحكي وبشرح. هلا اول شيء جبت ورقه زبده تمام، جعلتها هيك عشان تصفي الارضيه. هي اول شيء اتعلم الزبده. لا ما في داعي، اصلا اسوي لكم انا اكل. هاي أول شيء. ثاني شيء نبلش فرن. أول شيء رح بلش بالبطاطا. حتى أنا ما بعرف إيش ماما بتساوي لنا. ماما شو بتساوي لنا؟ هاي مثل اللحمة بالفرن بس إيش بس بطاطا. تمام؟ يعني ما لها لحمة بس البطاطا؟ لا لها نكهة. بين عليها والله شيء يعني على العالم. خليني اخلص البطاطا وارجع لكم. هلا رح بلش فرم الفليفلة. هاي ترى حطيت فليفلة وبصلة، هلا صار دور البندورة. انا عم بصور قام شو اجاني تليفون. ها يلا هلا رح احط الكبابة هيك شوي انا كل هاي نوعها. هات معلقة لا لا خلص احط لها شوي علي. عبي لي كاسة مي صغيرة.
تفضلي. قطة. معلقة ملح كبار. استنى لا تروح خليك جنبي. يلا. بدي أعرف مش شغل. يلا ودي هاد. ودي هاد بسرعة. ماما إيمو إيمو بسرعة. وهي صار الجنس بعدها. وهيك بكون خالصة. بس طلع حط لها زيت بالأخير. حطيت لها كمان كاسة مي. هيك نفس هذيك اللي حطيت هيك صغيرة. يلا علوش. يلا تاخذها بسرعة. هاتيها. خلاص. يلا خذها مو. شيلها. الله معك. وديها على الفرن تاع. هاي وصلت عند عمتها بس شفتها قطرية دجاجات يا خيو. ميرا شوفي. ميرا شفت دجاجات. حلوين. يا عيني. حلوين. حبيتي ايام. طلع وديك ما شاء الله. السلام عليكم. لايك وشير وسبسكرايب للمرمى وشير ومتاع. اليوم وفحفور رايحين مشيتني طريق. مشيت اللي وين رايحين؟ بقول له امشي امشي قدامي. طب وين؟ خلاص امشي ابني. والله يلا امشي مع بعض. هاي وصلنا ما شاء الله. هلا أمي. هلا هون أنا بعد ما حطيت البطاطا بالفرن بعدتها على الفرن قلت بدنا نروح شوي عند عمتي وأنا وماما. وعمتي التانية كان ودعها لأن بدها تسافر إن شاء الله بتوصل بالسلامة يا رب. هون على الطريق لقيت كلب قال صحت له ركض مثل الطيارة اللي عندي. الله وكيلكم متت رعبة ما بعرف شلون بدي أمشي رح أتفشكل في العربية. هلا انا ما بخاف منه بس ما بحب اقدره هيك ما بعرف ما بحب اقدره ابدا. طلعوا القطه والعصافير بحبهم اكثر منه عرفتوا بس هون ميرا فقص كيف عليه كتير حبته. هلا قلت بعد ما اخلص انه زيارتي لعند عمتي بس يعني رحنا هيك شربنا فنجان قهوه ورجعنا على البيت. طبل ما شاء الله ايش هالخضر. اللهم صل على النبي. يا ترى هالقطه كمان وين جي يا بيشه؟ كاميرا كده يا حرام. عيفة عم تاكل البيض مسلوق جد؟ انا حامل. اللهم صل. لا يا ستي مو حامل. لا ايه والله حامل. الشعب بكبر الاولاد يا عين. والله قلت لحالها اخذها وامشي مصطوبه بهالبيضه. امشي. ما شاء الله هالحارات كلياتهم خضارا حلو ما شاء الله. وهيك انا راجع على الطريق لقيت وردات كتير حلوين فقطفتهم جبتهم معي حطيتهم بالكاسه وحطيت لها مي. قلت هلا اطبق الاغراض. طبعا بعد ما رجعت طبقتهم لاني ما لحقت انه اطبقهم قبل ما اروح شفت وساويت اكل وبعت الصينيه على الفرن. هون تقريبا الصينيه كمان استوت كمان. هلا بدي ابعت علوشه يجيب لي اياها لاني الفرن جنبي. هلا انا بحسن اخبزه عندي بس بالفرن يعني ليش كثير قريبه علي وبياخذ على الصينيه 7 ليرات عرفتوا بس بجيب لي اياها مقمره ومطيبه. هاي خلصت نقايه البقدونس كان قايم وقاعد. الله وكيلكم. الله حطها بالكيس وقيمها بالبراد. وهيك بكون خلصت ترتيب الاغراض بس طبقهم بالبراد. يلا وهيك بكون طبقت البراد. هلا الاكل استوى. البندورة ماما عطيك ويكين طعميني اياها. يا يا اكله انا اكله اكله انا اكله اكله يا عطتني اياها داري ولا روح العب جوت حال علوي تيسي ايديك وين اخذتيني؟ طبعا احنا بنجيبنا هذا التوم هذا اطيب شيء. هو صحيح انه مغشوش شوي ما بقول لكم هالاصلي اصلي يعني انه ماشي حاله احسن من بلا احسن من بلا جنب البطاطا طيب.
هابي كل كيس صحنين، اللي كان صحنين مدعومين. هلا ابن عمي بيعطي محاضرة للأولاد يعني عادي. وهي البطاطا خلص استوت كمان، جبناها من الفرن. وهيك بالأخير صار الأكل جاهز، وإن شاء الله صحة وألف هنا على قلبهم. لهون حبايبكم وصلنا لآخر الفيديو، إن شاء الله ربي يكون عجبكم. لا تنسوني من اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس، وبحبكم كتير. ومثل ما وعدتكم عم حاول أنه لحالكم فيديوهات وصوركم مثل يومياتي، ونتسلى مع بعض.